كاد مولودية العلمة يقع في فخ التساهل واستصغار الخصم في مباراته ضد شبيبة بجاية متذيل الترتيب، بالرغم من السيطرة الكلية والمطلقة لأصحاب الأرض خلال المرحلة الأولى. مرحلة أولى استهلها إشبال المدرب أكورسي بحملات مكثفة في منطقة بجاية، وهنا الكرة فعلت كل شيء إلا زيارة الشباك. ثاني أخطر هجوم للمولودية جاء في الدقيقة 7 بواسطة شنيح إبراهيم الذي يعرقل من طرف مداحي. السيد زروقي حكم اللقاء يعلن عن ضرب الجزاء لصالح العلمة، والصورة المعروضة بالعرض البطيء توضح الوضعية التي جاءت بسببها ضربة الجزاء. فارس حميتي ينفذ ويسجل أولى أهداف اللقاء لصالح المولودية. رد فعل شبيبة بجاية جاء بواسطة بياتي الذي ظن الدفاع العلمي أنه في وضعية تسلل، كان لوحده في مواجهة أسرير لكنه ضيع ما لا يضيع. المحاولة رد عليها درارجة وليد ابن مدينة بودواو صاحب 23 سنة، لكن الحارس جبرات أنقذ الموقف. مرة أخرى تحاول الشبيبة بواسطة أيت فرقان والكرة الثابتة مرت أخيرا فوق الإطار. نلعب الدقيقة 24 وفارس حميتي يفلت من المراقبة وينطلق في هجوم معاكس خاطف يتوغل في المنطقة المحرمة، ورغم الرقابة الدفاعية اللصيقة يتمكن من إضافة الثنائية له والهدف الثاني لفريقه في هذه المرحلة الأولى. مسلسل الضغط لمولودية العلمة تواصل فيما بعد وكاد يكلل بهدف ثالث بعد القذيفة الصاروخية لعباس عبد الملك والتي صدها بروعة الحارس جبرات. أبناء الناصرية ردوا من جانبهم بقوة الكرة الثابتة التي صنعت الخطر وكادت تباغت نسيم أسرير. آخر لحظات المرحلة الأولى، فارس حميتي الذي نجح في المهام الصعبة أخفق هذه المرة أمام شباك تكاد تكون شاغرة، والعلمة نوع من الضغط المنخفض والمرتفع وسيطر جو بر وبحر منهيا المرحلة الأولى لصالحه بهدف دون رد. الشوط الثاني ظهر فيه الزوار بوجه مغاير تماما، وهذه واحدة من أحسن وأجمل الفرص في هذه المرحلة الثانية لصالح بيجايا. في الدقيقة 66 العمل كان جماعيا، وزع فيه مداحي استقبل نياتي بالرأس والعارضة ردت وتدخلت وحرمت الزوار من تقليص الفارق. نلعب الدقيقة 80، شبيبة بجاية يستفيد من مخالفة مباشرة قريبة من منطقة 16.50 وبدقة متناهية زقلي ينفذ على الطريقة الإنجليزية المباشرة حيث لا يمكن لأي حارس أن يتحرك، ونسيم أسرير تجمد لم يرى شيئا ولم يحرك ساكنا كما تشير لذلك الصورة المعادة، وكأنه كان يقول في قرارة نفسه كيف سكنت الكرة الشباك. ردا عن الهدف استعمل فارس حميتي صاروخ أرض جو لقتل المباراة، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة الأفقية مفوتة على المحليين فرصة من ذهب لتعميق الفارق، لتكون الدقائق المتبقية عبئا ثقيلا على دفاع العلمة الذي عانى الكثير في نهاية المباراة. والحقيقة أن إشبال أكورسي تنفس الصعداء حينما أعلن الحكم زروقي نهاية اللقاء، إذ كان يبدو لهم الأمر مع استصغار المنافس سهلا، لكن درس المباراة الذي خرج به الجميع كان عنوانه العريض حذاري من استصغار الخصم، فكرة القدم لعبة لا أمان فيها وقد تخدعك وتخونك من حيث لا تشعر، فهي حرباء ماكرة لا طعم لها ولا لون.